السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت عندك هذه الشوكولاتة؟ لا للأسف ما هي موجودة عندنا. أجل يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا بكم؟ هذه بنص ريال. تفضل. شكرا. تعال تعال يا حرام، ايش تسوي؟ قوم يا حرام، قوم قوم. ايش سارق ها؟ عصير عصير يا حرامي. تكفى سامحني. اسامحك؟ والله اخر مرتك. ما حسامحك، اسامحك لما اجيب لك الشرطه هنا. فاهم ولا ما انت فاهم؟ لا لا تكفى، جرحت والله ما اقدر. تكفى خلني اجلس. يعني شين وقوي عين كمان؟ والله مو كذا قصدي، بس ما اقدر والله ما اقدر. انتوا صغار وحراميه، اجل لا كبرتوا، ايش بتسوون؟ اذا اهلك ما ربوك الشرطه تجي هنا وتربيك يا حرامي. الحق يا مازن، اخوك سرق بقاله وانقفض، شكله بيجيبون الشرطه. الحق يا مازن، اخوك سرق بقاله وانقفض، شكله بيجيبون الشرطه. اسف من جد والله يا عم. حصل خير حصل خير. اصلا كيف تطاوعك نفسك تاكل شيء حرام؟ والله يا عم هذه اول مره، باذن الله اخر مره. توبه يا عم. يلا توكل على الله. توكل على الله. يا خواف، لو درينا كذا كما خليناك تشتغل معنا. هذه اخرة حجل. والله اني قايل من قبل انك انت رجال، بس الحين اثبت لي. الحمد لله انها عدت ولا دق على الشرطه. المهم الان تطلعون الاغراض اللي سرقتوها من البقاله. الرجال ما قصر معي، وانا ما ارضى اشوفكم تسرقون ولا اتكلم. ما راح ارجع ولا شيء. اترجع يعني ترجع، ولا ما راح امشي معكم ولا خطوه، فهم؟ جبها يلا. جبت. ريان ريان، سرقه، وصلت للسرقه. زين والله، هذا اللي منتظرينه منك. انت شلتك سيئه. هي لا تسب اخوياي قدامي. لا تسبهم، اخلاقهم باينه من البدايه، سيئين وسهر تعال الليالي وقعد في الشوارع ودوجه. اصلا كان الموضوع مزح وطقطقه وصار اللي صار. زين والله، هذه نتيجه جلستك معاهم، مضاربات وسهر تعال الليل وجلسات في الشوارع. ولو كملت معهم بتوصل للي اعظم من السرقه. انت ليش ما تشوف اللي السيء؟ ترى اخوياي هم اللي فازعيني وانت ما قدرت تفزعلي. سووا اللي ما سويته. سووا اللي ما سويته. زين والله، ريان ولد امي وابوي يدافع عن شلت خالد. وعلى مين؟ على اخوه مازن. على العموم انا ماني ماسك، تبي تروح لهم رح، لكن اذا ندمت لا تجيني وتقول ليتني سمعت كلام مازن.